وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمراعاة مبدأ توفير عوامل النجاح لمشروع تصنيع السيارات الكهربائية في مصر، وذلك كنهج ثابت لجميع المشروعات والمبادرات التي تنفذها الدولة. توجيه جاء خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين لمتابعة المشروع القومي لتصنيع السيارات الكهربائية في مصر. كنت في زيارة في سبتمبر الماضي مع معالي الوزير. أيوة. وشفنا أنواع مختلفة وموديلات مختلفة وجربناها بنفسنا. أيوة. وعقد العزم على أن احنا نعمل سيارة، يعني هي احنا طبعا اللي جربناها هناك كانت حاجة اسمها E70 وهي جيدة، بس احنا من المبكر ان احنا نقول ايه الموديل اللي هنصنعه، لكن في الاخر بنتكلم على الفئة دي، ويعني بنتصور ان احنا نوصل ان شاء الله الى 25,000 وحدة، ودي مش حاجة قليلة، يعني الشركة الكبيرة نفسها هناك عملتهم في 3 سنين، فاحنا بنتصور هذا، وهيبقى جزء مخصص للأوبرا وجزء للملاكي بشكلين مختلفين، وهيبقى في يعني زي فيس ليفت للموديل اللي احنا شفناه هناك.